أعزائي المشاهدين، اليوم نتحدث عن موضوع الساعة، عن الموضوع الذي شغل الرأي العام حول العالم كله، ليس في تشاد فقط. نتحدث اليوم عن موضوع الانحراف والتطرف الفكري. الانحراف والتطرف الفكري كما تعرفون اليوم العالم كله يعج بالإرهابيين والناس المتطرفين الراديكالين، أو الناس الذين مسحت أذهانهم، الناس الذين غسلت أذهانهم في دول العالم، في آسيا، في حتى في أوروبا، يقاتلون باسم الإسلام، جماعات إرهابية، جماعات متطرفة، جماعات تقتل وتذبح باسم الإسلام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي يمد هذه الجماعات المتطرفات؟ من الذي يمدها بالسلاح؟ ومن الذي يمدها بالأموال؟ هذه أيضا حلقة سنتناولها فيما بعد، لكن اليوم الذي يهمنا في هذه الحلقة نتحدث حول الأفكار المتطرفة، حول المتطرفين. أحيانا قد ترى شابا سويا عدلا، شاب يمشي وسط الناس معروف بسماحته وبكرامته، ولكن فترة من الفترات هذا الشاب يلتحق بهذه الجماعات المتطرفة. ما السبب على ذلك؟ ما السبب الذي يترك الشباب يلتحقون بالجماعات الإرهابية؟ الجماعات الإرهابية شنو السبب، أو إيه السبب الذي تركها تنهض في هذه السنوات؟ ما السبب وراء هذه الجماعات المتطرفة؟ نتحدث مع السادة المشايخ، نتحدث مع السادة الخبراء في هذا المجال، وهم رجال دين وفي نفس الوقت مدرسي في المدارس وفي الجامعات، ودرسوا أفكار الجماعات المتطرفة ويحدثون عن الجماعات المتطرفة ويحدثون عن الشباب الذين يلتحقون بهذه الجماعات المتطرفة. نتحدث عن ظاهرة التطرف بصفة عامة، نتحدث عن آثار التطرف وأبعاد التطرف وكيفية محاربة هذا التطرف، أو العلاج حاجة هذا التطرف إن صح التعبير. كل ما يهمنا في الحلقة نتحدث عن الشباب الذين يلتحقون بالجماعات المتطرفة، الشباب الذين يلتحقون بهذه الجماعات، ما الدافع وراء التحاق هؤلاء الشباب بهذه الجماعات المتطرفة؟ أكيد أنهم يذهبون ينضمون إلى هذه الجماعات، أكيد هناك في أسباب تتركهم للانضمام فيها، هناك في محركات، هناك في محبذات أو في محفزات تحفزهم للالتحاق بهذه الجماعات المتطرفة. ولكن أيضا أين دور العلماء؟ أين دور رجال الدين؟ أين دور الدعاة؟ أين دور المدرسين؟ أين دور المعلمين؟ في المفترض أن يقوموا بتوعية شاملة لتوعية الناس وتنويرهم بأن هذه الجماعات ليست جماعات إسلامية ولا تمت للدين بصلة، وأن الدين منها براء. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا في بداية الحلقة، ولكن أترك أصحاب الحديث وأصحاب الاختصاص هم الذين يحدثوننا عن هذه الجماعات المتطرفة. دكتور، طبعا دي كمدخل حول الجماعات المتطرفة، ولكن بداية أنا دائما أبدأ باليمين. دكتور حجار محمد أحمد، أيضا حضرتك باحث في المجال ده كثير جدا، حدثنا عن الجماعات المتطرفة، عن تاريخ هذه الجماعات المتطرفة، عن بداية نشأة هذه الجماعات المتطرفة، أنواع هذه الجماعات المتطرفة دكتور لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على محمد وعلى اجمعين. اولا نشكر الاستاذ علي فاضل على هذه الاستضافه، ثم فريق التلفزيون التشادي الذي يعينك على هذا البرنامج الشعبي الكبير على مستوى الوطن وخارج الوطن. الجماعات المتطرفه مثل ما ذكرت، اذا نذهب الى التاريخ القديم فممكن هذه الحلقة لا تتسع لذلك، لكن حدث تاريخ الإسلامي في سنوات قليلة الماضية، حادثة كبيرة، حادثة سياسية، هي جزء من الصراع على النفوذ على مستوى الدول العظمى، أدى إلى ولادة هذا النوع من البشر الذين حملوا سلاح
ضد المجتمع، حملوا سلاح ضد الحكام وولاة الأمر دون مراعاة الشروط الشرعية في الإسلام التي تسمح لهم خروج وعدم خروج على الحكام أو ولاة الأمر بالمصطلح الإسلامي. السبب الرئيسي الذي جعل هذه الجماعات تخرج بهذا الشكل والصعوبة السيطرة عليها الأزمة في أفغانستان. الأزمة في أفغانستان، وهذه الأزمة أصلها ليست أزمة محلية، فالاتحاد السوفيتي عندما قام بتنصيب محمد نجيب في أفغانستان كرئيس للجمهورية الأفغانية، ولا أدري ما الذي أوحى إليه أن يقول لا إله في الكون، الحياة مادة، وحاول أن يمنع حتى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في بعض الأماكن، وجند جنودا وانتشروا في الوديان. لكن الحادثة لم تمر كباقي الحوادث بقيادة الإلحاديين مثل ما حدث على يد أنور خوجة في ألبانيا، لكن ولا في الصين في فترة من الفترات، لكن المسألة وقعت في إطار خطة برنار لويس. فبرنار لويس طلب منه أن يضع خطة لقضاء على الاتحاد السوفيتي، أن سنة 1917 عند انتصار هذه الثورة، الثورة الإلحادية البلشفية، الغرب قال إما نحن أو البلشفيين، الكرة الأرضية لا تتحملنا، رفعوا هذا الشعار. وصلوا إلى تلك الحقبة شعروا أنهم فشلوا، والاتحاد السوفيتي بالشباب المدرب وخريج الجامعات الاتحاد السوفيتي خصوصا في عالم الثالث بدأوا ينتشرون، يستولون على السلطة في عدة أماكن، ومنها أجزاء من الجزيرة العربية، جنوب الجزيرة العربية، اليمن أصبح تحت يديهم، ومناطق أخرى أيضا كثيرة، وإفريقيا تقريبا من أثيوبيا إلى موزمبيق. طيب ماذا حدث؟ هم قالوا نحن بحاجة إلى الشباب مدافع عن إسلامه في أفغانستان. فهنا تم اتصال بعدة دول إسلامية عربية كبيرة بأن مجيء محمد نجيب في سلطة في أفغانستان ونفيه لله تعالى وشعبه مسلم 93%، لأن هناك أقلية بوذية، أقلية هندوسية، يقول هذا الكلام لا يجوز. بهذا الشكل تم توريط عدة دول ولا تدري أنها داخلة في خطة كبيرة لمواجهة الاتحاد السوفيتي. فهذه الجماعات تم استدعاء والاتصال بقياداتها، وحدث منادات على المستوى العالمي، يكون أفغانستان مكان تجمع لانطلاقة لمواجهة من ينفي وجود الله. وهكذا هذه الجماعات ولدت وفي أفغانستان نمت، وانضم إلى هذه الجماعات عدد كبير جدا من الشباب المسلم، خصوصا الشعار الذي رفعته زعماء الحرب أو المجاهدون في ذلك الوقت الذي رفعوه، نحن هدفنا ليس تحرير أفغانستان من الشيوعيين، ولكن هدفنا الذهاب إلى فلسطين. أمر جذاب، لأنه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ما استطاعت أن تقف أمام إسرائيل ومنعها من الأنجهية، والضيف بدأ يقول لصاحب البيت أخرج وإلا أقتلك. وصل إلى هذه الدرجة، ودعم مفتوح. فهذا الأمر طبعا أمر مساعد جدا. هذه جماعات ولدت ونشأت ثم انتشرت. عندما تم القضاء على الاتحاد السوفيتي، عدد كبير جدا من هؤلاء الناس قالوا لماذا لا نجرب نفس التجربة؟ قضينا على محمد نجيب، ومن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تطبيق الشريعة وصل إلى السلطة، ولو كان بشكل متشذرم وصلوا إلى السلطة. إذن نحن تجربة ليست ناجح 100%، لأن يعني ما انتهوا إلى وثة قيادة آثرة وتوحيد النظام الإداري وضبط الأمور. الشيء الوحيد الذي هم استطاعوا ينجحوا فيه قضاء على المخدرات. المخدرات
أفغانستان الدولة المصدرة رقم واحد للمخدرات، المزارع رقم واحد للمخدرات. وفي نفس الوقت استطاعوا أن يضعوا قواعد أمنية أن المرأة تسافر من شرق أفغانستان إلى غرب أفغانستان من غير أن تخشى على نفسها شيء، كانت لا تستطيع أن تخرج في الليل من بيت إلى بيت، من بيتها إلى بيت المجاور لا تستطيع. فلكن المجموعات هذه عندما حدث مشاكل فيما بينها قيادات الأفغانية، فالشباب المسلم الذي جاء من العالم قالوا إذن هذه تجربة ليست ناجحة في 100%، وحدث فيها إجهاض. إذا نحن خلينا نعود إلى بلداننا فلنجرب نفس التجربة. نعيد التجربة. هنا البداية. بداية هذا التطرف. وكلها واقع في خطة برنارد لويس، وبرنارد لويس استطاع أن فعلاً من خلال هذه المجموعات المندفعة لموت في سبيل الله حسب فهمها استطاعت أن تضع نهاية للاتحاد السوفيتي. يعني بين هذه الصراعات السياسية، خلونا نسميها صراعات سياسية، صراعات مصالح من الجانب السياسي، من بين هذه الصراعات أو بين هذه الصراعات نشأت الجماعات الإرهابية التي جاءت بعد سقوط هذا الرجل لكي تعيد الكرة مرة أخرى. تمام، شغلنا ده تاريخ الجماعات وتاريخ السياسي، التاريخ السياسي لنشوء الجماعات المتطرفة. حلق بنا حول نشوء الجماعات في الشريعة الإسلامية، لأن الجماعات اليوم التي تقاتل كلها تقول هي جماعات مسلمة، والذي يرونه أفكاره مخالفة، أفكاره يعتبر إنسان رجعي وبالتالي يجب القضاء عليه لأنه غير مسلم. حدثنا عن تاريخ هذه الجماعات في الشريعة الإسلامية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عملا بقول رسول الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أبدأ بالشكر لكل القائمين على هذه الأمور في هذه الدولة المسلمة التي يزداد وينمو الإسلام فيها وتنتشر وتزداد فيها اللغة العربية، كما أشكر القائمين على أمر الإسلام وأمر التوحيد وكبار رجال الدولة في المجال السياسي والديني الذين يعملون على وحدة هذا الصف في هذا البلد الحبيب. نبدأ بعد بسم الله وبحول الله وقوته. لقد بدأ التطرف ليس كما يظن البعض حديثا، وإنما بدأ مع بداية البشرية. فأول أخوين كان متطرفين، أحدهما تطرف، وهم قابيل وهابيل. من الذي قتل الآخر؟ أخ قتل أخاه. بداية التطرف لماذا؟ كانت السيدة حواء تحمل في توأم ولد وبنت، فابن البطن الأولى يتزوج بنت البطن الثانية، ولكن أخت قابيل كانت جميلة فطمع بها وتطرف في حبها وقتل من أجلها أخاه، فكان أول دم سفك على وجه الأرض بين أخوين، تطرف في أمر ما. لننتقل إلى التطرف في قوم سيدنا نوح. انظر معي ومر خلال الحقب التاريخية لنعلم أن التطرف ليس كما يظن البعض أنه وليد هذه الأيام، وإنما طاعن بجذوره في التاريخ منذ القدم. ننتقل إلى قوم سيدنا نوح. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء؟ هؤلاء كانوا رجالا صالحين، وعندما ماتوا أوعز الشيطان إلى أتباعهم وإلى القوم من بعدهم أن يسووا لهم أصنام، وبعد تسوية الأصنام لتذكركم بعبادتهم. مرت العصور وأتى الجهل على الناس، ما هذه الأصنام؟ كنا نعبدها لتقربنا إلى الله. الشيطان يوعز إليه، فتم التطرف في العبادة أيضا. بعد ذلك تطرف اليهود وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. نفس الحدث حدث مع النصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه. وانتقل اليهود والنصارى إلى التطرف على بعضهم البعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. تطرف وصراع وخروج عن الجادة. بعد هذا وصلنا إلى الأمة الإسلامية، حدث فيها التطرف. تك أن تتخيل أن التطرف حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتى ثلاثة من الصحابة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها وقالوا أينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أحدهما فقال أنا أصوم ولا أفطر، وأما
والآخر قال أنا أقوم ولا أركض، وأما الثالث قال وأنا لا أتزوج النساء. وعلم بذلك النبي واستدعاهم وقال أنتم الذي بلغني ما قلتم؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. بعد ذلك البذرة الحقيقية للتطرف في الإسلام كتطرف منظم وكجامعات أتى بها ابن السوداء من اليمن، وهو يهودي، عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء، وأجج المسلمين وتطرف على سيدنا عثمان وتسبب في قتل سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وثالث العشرة المبشرين بالجنة، وثالث أمير للمؤمنين، وهو في الفردوس الأعلى بإذن الله، وأريق دمه. وبعد ذلك تشيع بالناس حول سيدنا علي وأوصلوه إلى مرتبة الألوهية، تطرف تطرف ما بعده تطرف، حتى قاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وطرد ابن السوداء من الجزيرة وأخرج. ثم بعد ذلك أتى من؟ أتى الخوارج وبالغوا، لا حكم إلا لكتاب الله، عثمان كافر، علي كافر، معاوية كافر، تطرف ما بعده تطرف. واستمر التطرف يضرب بجذوره. ما هو التطرف؟ كان لابد أن نبدأ بالتعريف. هو مجاوزة الحد والخروج عن القصد. مجاوزة الحد والخروج عن القصد. إذا خرجنا من هذه الحلقة الطيبة التي نتبادل فيها الأفكار لنجني منها الثمار بهذه الجملة فقط لكفتنا، مجاوزة الحد والخروج عن القصد. بماذا ميز الله الأمة الإسلامية؟ بماذا؟ بكلمة واحدة في القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا، ولم يقل أمة طرفا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. استمر التطرف يتوارثه أجيال وأجيال، ولكن لم يسر في موكب ولا مركب منظم كجماعات إلا بابن السوداء. فاستمر الأمر وبعد ذلك توارثته. هناك خلايا نائمة وهكذا، وخلايا نائمة هنا وخلايا نائمة هنا، ولم يأخذ الشكل المنظم المعتاد إلا كما قال الدكتور، ولكن قبلها بمراحل. متى بدأت هذه المراحل؟ لنعلم أن التطرف لم يكن تطرف في السلاح، وإنما تطرف في الفكر. لأن الإنسان إذا ضل فكره قطه أعزك الله كالبعير لا يعلم أين يسير، قطه إلى الذبح وهو لاهن مبتسم وهو يعلم أنه يذبح. لماذا يذبح؟ في سبيل الله. صحيح. متى بدأ جذور التطرف الفكري فعليا؟ بدأت منذ آخر حملة صليبية على مصر، عندما أسر لويس التاسع في دار ابن لقمان في مدينة المنصورة شمال القاهرة في مصر، وأتوا به وأفدوه بأموال سمينة، وعاد إلى فرنسا. فماذا قال؟ وهو كان قص، ماذا قال؟ قال هؤلاء القوم لا ينفع معهم النار والحديد. فما الذي يجدي معهم إذن؟ قال لا يجدي معهم إلا الفكر، تغيير في أفكارهم، غيروا أفكارهم. وهنا بدأ الغزو الفكري. تمام، جميل 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 جدا. حاليا حضرتكما حلقتما بنا حول جذور التطرف جذور التطرف السياسي والتطرف الديني. نعم. وبداية التطرف. نعم. جميل جدا، هذا كلام جميل جدا. اليوم نرى أن هناك إنسانا يلبس حزاما ناسفا ويفجر نفسه، يعني حاجة لا يقبلها العقل. نعم. إنسان يقتل نفسه. نعم. إنسان يقتل نفسه وهو يعلم أنه يقتل نفسه، حاجة إذا كان الإنسان فكر فيها حاجة لا يدركها العقل أبدا، لا يقبلها. كيف إنسان يقتل نفسه ويعرف أنه يقتل معه أبرياء آخرين؟ الأشياء دي أكيد هناك تكون في دافع قوي أجبر الإنسان على أنه يقتل نفسه ويقتل غيره. فممكن تحدثنا عن الأسباب التي تدفع الإنسان للتطرف وتدفعه حتى يفجر نفسه، ما السبب على ذلك؟ إذا نظرنا إلى أسباب التطرف سنجدها نوعان، سبب ذاتي وسبب خارجي. سبب ذاتي، سبب ذاتي ينبع من الشخص نفسه. أما الأسباب الذاتية، يعني خلينا يعني الأسباب التي تجعل الإنسان يتطرف سببين. نعم. سبب ذاتي وسبب خارجي. عنصران رئيسيان، سبب ذاتي يتعلق بالشخص ويندرج تحته أكثر من بند. ده السبب الذاتي، سبب ذاتي وسبب خارجي. وسبب خارجي. خارجي سبب ذاتي بمعنى البيئة المحيطة به. خلينا بالسبب الداخلي. نبدأ الأولا بالسبب الذاتي في الشخص. أول هذه الأسباب هو اتباع الهوى.
اتباع الهوى. اتباع الهوى، ولك أن تتخيل هذا الأمر وهو من الأهمية بمكان الأسباب الذاتية اتباع الهوى. ولذلك يقول الشاعر: جمع الهواء والهوى في أضلعي فتكاملت في نفسي ناران. ولذلك ربنا أوصى سيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى. لأن اتباع الهوى يضل الإنسان ويميل به جانبا ويميل به هكذا. والإمام الشافعي كما يقول الحميدي له قصة عجيبة رغم بساطتها. دخل عليه رجل، يقول الحميدي: دخل رجل على الشافعي وسأله سؤالا، فقال الشافعي: قال رسول الله كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: وماذا تقول فيها أنت؟ زلزل الشافعي وتمعر وجهه وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أتراني في وسط زنار؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: وماذا أنت تقول فيها؟ انظر، اربط اتباع الهوى. تمام، تضل ده عنصر واحد. عنصر واحد. رقم اثنان، التعصب للرأي. التعصب للرأي. ولنا في رسول الله خير أسوة. ماذا فعل في بدر عندما نزل منزلا ورأى الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه أن هذا ليس بمنزل؟ انظر إلى الأدب. هذه القصة رغم بساطتها وأن الكل يعلمها، إلا أن لها أبعادا خطيرة. أولا، الأدب من السائل للمسؤول. ثانيا، معرفة القيمة التي أتحدث معها. ذهب الحباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلك الله إياه وليس لنا أن نتقدم أم نتأخر عنه، أم هي الرأي والحرب والمشورة؟ اللهم صل على رسول الله، علم وأدب. فقال: لا، هي الرأي والحرب والمكيدة والمشورة. فقال: إذا ما هذا بمنزل؟ أرى أن ننزل أدنى بدر. وهكذا الشاهد في القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، نزل عن رأيه إلى رأي الحباب بن المنذر. ولنا كما قلت أيضا أدب الحباب رضي الله عنه في التحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في غزوة بدر أيضا سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أرى أن نبني لك عريشا مكانا بجانب. لماذا يا سعد؟ حتى إذا من الله علينا بالنصر كنت أنت من أنت، وإذا كانت الأخرى كنت أنت في مأمن يا رسول الله. فماذا فعل رسول الله؟ هل قال: لا، القوم يقولون إنه يستتر؟ لا. القوم يقولون كلا. لا، نمشي إلى الثالثة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سلمان الفارسي. سلمان فحفر. وهكذا أمثلة عدة. الثالثة، الأثافي والطامة الكبرى، أن يعتمد الإنسان على نفسه في التعلم ولا يأخذ العلم من عالم. طامة كبرى. للك أن تتخيل عندما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نزلت والصحابة مع رسول الله، شق ذلك جدا على الصحابة. كيف؟ من منا من لم يظلم؟ كل منا من لم يظلم بكلمة ظلمة، بمال ظلمة، بسوء ظن ظن. فذهبوا إلى رسول الله يشتكون الأمر. انظر بقى، لو أخذوا العلم بأمرهم لخرجوا من الإسلام. ولكن ذهبوا إلى المعلم ليتعلموا منه. فقالوا: يا رسول الله، نزلت عليك آية وشق علينا الأمر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليس هذا، إذا ما هو الأمر يا رسول الله؟ قال: اقرأوا قوله تعالى على لسان لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن المقصود بالظلم هنا هو الشرك. هو الشرك. تمام، هم فهموا ظاهر القول. فهموا ظاهر. تمام. أحد الأساتذة، نرجع إلى الأسباب الخارجية. نرجع إلى حضرتك للأسباب الخارجية فيما بعد. دكتور، بالنسبة للكلام الذي قاله فضيلة الشيخ، كلام جميل جدا، يتحدث عن أسباب التطرف، الأسباب الداخلية، وعدد منها كونه أسباب ثلاثة، ومن ضمنها أسباب كونه الخلاف، الخلاف بين الناس والخلاف بين البشر، وهذا لا يفسد للود قضية، وهي الخلاف موجود في كل المجتمعات، حتى هنا في المجتمع التشادي موجود. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هل يمكن أن يكون الخلاف في الأمور الفرعية ممكن يكون أساس أو ممكن يكون سبب من أسباب التطرف؟ نعم. طبعا الخلاف في الرأي في مناطق عديدة في خريطة العالم الإسلامي لعب دور كبير.
صحيح. في دفع الناس باتجاه التطرف خصوصا فئة الشباب، وبصورة خاصة بعض الظهور في المجتمع موجة من الفتاوي المتفلتة، لأن العالم الإسلامي إلى عام 1923 ذات مرجعية فقهية موحدة، تمام، كما كانت ذات قيادة واحدة. طبعا تعرض المجتمع إلى هزة في هذه النقطة، فلم يعد هناك مرجعية فقهية واحدة بالرغم من وجود الأزهر وبالرغم من وجود بعض العلماء في ما يعرف بالمملكة العربية السعودية اليوم، تمام، حتى قبل تأسيس المملكة. المملكة تأسست سنة 1932، صحيح. طبعا ولدت دويلات، والمجتمع بطبيعة الحال عند حدوث الخلاف، الخلاف الأساسي بين ما هو صوفي وسلفي شيء من هذا القبيل، ولم أقول سني، لأن دائرة السنة دائرة تتسع للجميع، صحيح. فالموضوع أصبح مذهبي بشكل كبير، فالأمة الإسلامية وحتى العلماء الموجودين في الساحة لافتقارهم إلى مرجعية فقهية موحدة لم يستطيعوا أن يسيطروا على الأفكار التي تلت في المجتمع، صحيح، أو مواجهة قضية من القضايا. إذا حدثت حادثة أو نازلة من النوازل لم يستطيعوا أن يعطوا الرأي الشرعي الأقرب إلى الصواب، صحيح صحيح. وهذا الأمر أدى إلى خلط بين ما هو سياسي وما هو فقهي، صحيح، شرعي. فبعض الجهات أصحاب الآراء المذهبية التي استفادت من السلطة القائمة، السلطات القائمة بعد ما تمزق المجتمع الإسلامي وفقدت القيادة الآثرة والقيادة المرجعية الفقهية، طبعا الذي يشعر أنه يملك حاشية الحاكم بدأ يفرض رأيه ولو استعانة بالسلطة نفسها لتركيع الآخر والتشويه سمعة الآخر، ركز تركيز شديد وتم تكميم الأفواه في مناطق عديدة. هذا التكميم ده إذا كان تحدثنا هذا الكلام، إذا تحدثنا حول العالم كله، نعم، تكميم الأفواه هي مسألة تقريبا يعني جارية على كل، صحيح، في كل دول العالم، نعم. فجرى هذه العملية مع الأسف الشديد، وهذا تولد عنه يعني تمرير هذه الأفكار سرا أو محاولة إثبات الوجود بالقوة، تمام، جميل. نحن نتحدث في الموضوع المهم جدا، وحضرتك الآن بتتحدث نفس الموضوع، موضوع مهم جدا، الاختلاف. احنا قلنا الاختلاف في الأمور الفرعية ده كان موجود من زمان الصحابة رضوان الله عليهم. أنا نعرف كون مصادر التشريع الإسلامي المعروف متفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، ده المتفق عليها، الاستصحاب والوصال المرسلة وقول أهل المدينة، دي فرعية. أما بالنسبة الأساسية الأربعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، كل من شذ عن هذه الأربعة قواعد، هل يعتبر كل من شذ، كل من خرج عن هذه القواعد الأربعة أو عن هذه المصادر الأربعة، هل يعتبر متطرف؟ نعم، من يعني ابتعد عما ورد في كتاب الله تعالى الذي لا يعزب عنه أي شيء، صحيح. ما فرطنا في الكتاب من شيء وما من شيء يخص حياة الإنسان والذكر في هذا الكتاب، ونص عليه إن فهمنا الآن أو نفهمه غدا، صحيح، أو بعد غدا إلى قيام الساعة، صحيح. ومن شذ أما صح وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، من أحاديثه وأوامره وإقراراته، الأثر الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك هذا الأمر ويتألق بقضايا تلد في المجتمع كأفكار ويتمسك بها، يعتبر تطرفا، صحيح، تطرفا في مجال الفكر مثل ما ذكر شيخنا الكريم، وهذا صحيح، وهذا طبعا موجود، صحيح. فالمشكلة من نقول أنه يعني وفقا للنصوص الإسلام الأساسية،
الكل يدعي أنه وفقا للنصوص الأساسية، بينما هذه النصوص يعني اختلف الناس في يعني في فهمها. صحيح. بين شخص وآخر، لأن الناس ارتبطوا بعادات وتقاليد هم ظنوا بأنها يشكل جزء من تعليم الإسلام الأساسية، ومرتبطة بمصادر الإسلام الأساسية القرآن والسنة. وهذه المسألة طبعا جاءت يعني ممكن أعود بك قليلا بسرعة، جاءت من خلال فتوحات الإسلامية التي حدثت في الشرق. العالم العربي الذي هو من الجزيرة العربية، بعيد عن الفلسفات، بعيد عن الأفكار المقعرة، احتك بهذا العالم وأدخله في الإسلام في آسيا، في آسيا الوسطى، في آسيا الأدنى، وأجزاء كبيرة جدا من الهند والصين اليوم. فعندما دخلوا في الإسلام لكن لم يكن هناك وقتا كافيا للصحابة الذين نقلوا إليهم الإسلام لأن يعلموهم هذا الإسلام الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو. صحيح. فأبقوا شيء من أديانهم القديمة. ما هي؟ الكونفوشيوسية، الزرادشتية، المزدكية، الهندوسية، والبوذية. وهؤلاء احتفظوا بأديانهم. والممارسة الحقيقية إذا تتعمق في ممارسة الحقيقية للتعبد في مجالات عديدة وحتى سلوكيا، فهذا هذه القاعدة العريضة مرتبطة بتعليم هذه الأديان وليس بالإسلام الذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الغرب، في الجزء الغربي من الإسلام ما عدا جزيرة العربية، فنحن تأثرنا كثيرا عندما انتقل الصحابة أو بعضهم إلى الأندلس. هنا تم الاحتكاك، خصوصا العرب عندما فتحوا إسبانيا اليوم، برتغال، والجزء الجنوبي من فرنسا إلى بواتيه، عندما وصلوا إلى هذه الأماكن كان هناك يعني صراع بين الكنيستين، الكنيسة الكاثوليكية والكاثوليكية الجوتية. واليهود خصوصا في نهاية الدولة الإسلامية صار جمعوا قواهم لكي يدافع عن أنفسهم تجاه الإسلام أو تجاه القوى النامية بقيادة إيزابيلا القشتالية. عجيب. التي ألغت الدولة العربية الإسلامية سنة 1492 الميلادي. فهنا حدث احتكاك بين المسلمين والأطروحات الموجودة في الساحة. الحركة الصوفية النصرانية بقيادة تيريز دابيلا المؤسسة لهذه الحركة، وأيضا هؤلاء العرب الذين دخلوا في الترف في الحياة فمالوا إلى هذه الروحانيات. وعندما فقدوا السلطة وجزء كبير منهم جاء إلى شمال أفريقيا، وكان أناس طبعا أمثال الشيخ محي الدين بن عربي الذي هو من مواليد هذه المنطقة، وهو من مشايخ وأقضاب صوفية الإسلام الكبار، وتم انتقال هذه المسائل كلها، هذه الأفكار كلها نحن متأثرين بهذا وذاك. ففي الشرق عندنا الروز بوشر الحافي الذي هو كان فارسيا على الديانة المزدكية، وروس بهان الشيرازي، بايزيد البستامي، معروف الكرخي، جنيد البغدادي، زنون المصري، رابية العدوية والراوية الشامية، وعمر الخيام، وهذا الرياضي والشاعر. وهذا العالم كله كان طبعا يعني قضية تتعامل مع النصوص في الدولة وفي المجتمع. العالم تعرض إلى ركود فكري وحدث تراجع، فالناس لجوا إلى الروحانيات. فهذه الروحانية هي أساسا ليس لها حدود نصي محدد. فأخذ الصورة هذا البعد في المجتمع. أيوة. فيما بعد سنة يعني 732 وفوق، مجموعات التي جاءت تقول للناس للحكام أنتم أرجعوا إلى النصوص الأصلية، القرآن والسنة، ويجب أن توقف هذه الأفكار، الأفكار الهدامة دي، وأشاروا إليها.
باعتبارها يعني مخالفات، انغراق شديد في الروحانيات. قالوا فصراع نشا بين هؤلاء وهؤلاء، السلطه احيانا تميل هنا واحيانا تميل هنا، مثل يعني مشكله الخلق القران، صحيح الخلفاء بني عباس، ثم يعني انغراق في هذا، وتم محاكمه احد يعني اقطاب الصوفيه الكبار، منصور حسين الحلاج، فأوتي به قالوا له من في الجبه؟ قال الله. فقد يعني ناس خافوا من انه ممكن جدا كل ما هو مشموم، كل ما هو ملموس، كل ما هو مرئي، كل ما هو مزاق جزء من الله تعالى. والحلاج ايضا الصوفيه استبعدوها عنهم وقالوا افكاره افكار رجعيه وافكار لا تميل الى، لا تمثل الصوفيه بصله. دكتور افكارك افكار سليمه جدا، وافكارك محتاجه الى 20 30 حلقه، لان افكار محتاجه الى تدوينها في قواميس. وحين نعم يعني نكمل هذه، لانه هذه الافكار العالم ما استطاع ان يسيطر عليه، وهناك من يعني تمسك بهذه الافكار وقتل على المشنق، مثل منصور حسين الحلاج. تم خلاص يعني انما تم قتله، نعم، بتهمه الزندقه. بينما ابو حامد الغزالي لم يقتل بسبب بيعة شعره، وان كان بعض السلفيين كفروه فيما بعد، مثل ما قال يعني سعدت بحب ليلى وسعدى، وعدت وقالوا لي هذه منازل من تهوى فانزلي، فغزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لمغزلي نسجا فكسرت مغزلي. وهل الشيخ العلامه الغزالي يعني يتغنى بسعدى وليلى وسعدى؟ لا ابدا، هو هناك اللغه الرمزيه في هذه المساله. طبعا دي كلها افكار ايديولوجيه، او دي كلها مفاهيم في الدين، دي كلها مفاهيم في الدين، وادت الى اختلاف من فهم النص صحيحا ومن فهمه غلط، ومن فهم اللغه الرمزيه للصوفيه ومن لم يفهم هذه اللغه واصطدم به. نرجع لشيخنا وهذه الافكار. شيخنا الكلام الذي قاله الدكتور كلام جميل جدا، وكلام جرنا الى تاريخ طويل جدا، وذكر اناس اختلفوا فيما بينهم في الدين الاسلامي، وهؤلاء كما قلت ظاهر النصوص، احيانا الانسان تفهم ظاهر النص ولكن باطن النص قد يخالف ما فهمته من ظاهره. عندنا في الدين الاسلامي عندنا المذاهب الفقهيه 8 مذاهب، عندنا 4 مذاهب لاهل السنه و4 مذاهب لاهل الشيعه. مذاهب اهل السنه عندنا المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، عندنا مذاهب اهل الشيعه، مذهب الظاهريه، الاباطيه، الزيديه، الاماميه. في بعض الناس قالوا ان التطرف هو موجود في الديانات الاسلاميه وموجود في هذه المذاهب بس، اصحابها يختلفون فيما بينهم، ومن ثم يتولد ان هذا الاختلاف بعد الجماعات المتطرفه، وان الغرب بريء ان هذا التطرف. هل هذا الكلام ممكن او هذا التفسير ممكن ان يكون صحيح؟ اولا فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، فيه ملحوظه بس داير اقولها، ان مصادر التشريع هي القران الكريم، السنه، الاجماع، أما الوحيد الذي أخذ بالقياس فهو أبو حنيفة رضي الله عنه. جميل جميل. فالثلاثة الأوائل هم لا خلاف فيهم، ولكن الوحيد الذي أخذ بالقياس هو الإمام أبو حنيفة، حتى إنه عوتب على ذلك واتهم في هذا الأمر اتهاما فكريا أيضا وتطرف عليه، حتى قالوا لا تقص فإن أول من قاس هو إبليس عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعود إلى ما تتحدث به أنت، هل اختلاف المذاهب الفكرية هل هو من أسس التطرف الإسلامي فقط؟ لنعود إلى الكنيسة، ماذا حدث بين الكنائس؟ ألم يكن قتل وصلب؟ ألم يقتلوا القساوسة كل إنسان خرج على الكنيسة بفكر جديد وعلم مادي خدم البشرية؟ عندما قال كوبرنيكوس إن الأرض هي التي تدور حول الشمس، ماذا فعلوا معه وهو بولندي الجنسية؟ اتهموه بالزندقة وقالوا لابد من قتله. عندما أتى جاليليو جاليلي وأيد هذا العلم وهو إيطالي، قالوا لابد لك أن تنصب المشانق وأحكموا عليه بالإعدام، حتى إنه تنصل وقال إني كاذب ولم أقل هذا الكلام مرة ثانية. كذب نفسه. وكما قلت في السؤال السابق، إن الإرهاب ليس وليد الإسلام، وإنما الغرب أعداء الإسلام، هم من يريدون أن يقصروا هذا الإرهاب على الإسلام فقط. عجيب. وإلا ماذا تقول في الرسوم التي أساءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل التي رسمها المسلمون؟ لا. كلا. هل عرب؟ أبدا.
ولكنهم معاقل من يدعون العلم والفكر والحرية عن التعبير عن الرأي. وهؤلاء أيضا المتطرفون ليسوا المسيحيين الحقيقيين. وليس إطلاقا أهل كل دين حقيقي حتى وإن اختلفت معهم. يا أخي ربنا قال في القرآن الكريم لكم دينكم ولي دين، على الرغم من أن المشركين ليس لهم دين، ورغم ذلك أنزلهم منزلة الفكر الذي يعتقد بفكره. صحيح. هذا صحيح. فكل إنسان على دين يعلم أيا كان هذا الدين، حتى البوذية التي لا تدين بدين سماوي، إلا أنهم إذا عرفوا حدود دينهم، لأن كما قلنا العقل ثم العقل ثم العقل ثم العقل، يقولون إذا أرهبك عدوك فبل بالفكرة يتبعك راغبا أينما، حتى وإن زجيت به إلى الجزار، حتى وإن زجيت به إلى النار، كما كنت تتحدث عن من يفجر نفسه. لماذا فجر نفسه هذا الشخص؟ لأنه يظن أنه بمجرد تفجيره وقتله لنفسه يصعد في الفردوس الأعلى. وهيهات حتى إن الرسول ابن عباس قال من قتل نفسا فإن الله لا يغفر له. سبحان الله. ولا يزال كما قال رسول الله لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. نعود إلى لب السؤال، هل اختلاف أئمة الفقه فيما بينهم أدى إلى التطرف؟ لنقل أولا الأئمة ترتيبهم التاريخي كالتالي: أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا مالك رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع. هل أحدهما عاب على الآخر؟ اختلفوا في أي شيء؟ صحيح. اختلفوا لم يختلفوا في الأصول، وإنما اختلفوا في فروع الفروع. صحيح. لماذا؟ أحدهما وصله الحديث والآخر لم يصله. صحيح. أحدهم وصله الآية منسوخة والآخر لم يصله. كيف هذا؟ أضرب لك مثال: سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يعلم بحديث ميراث الجدة، فمنعها من الميراث حتى أتى ابن المغيرة بن شعبة وقال: يا أمير المؤمنين سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على حديث رسول. صحيح. الله. كل الأئمة الأربعة ماذا قالوا؟ قالوا: إذا وجدتم في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله ما يخالف رأيي فاضربوا برأيي عرض الحائط. صحيح. فاضربوا برأيي عرض الحائط. كلهم أثنى على صاحبه. أبو مالك يقول: الناس عيال في الفقه على أبي حنيف. انظر إلى الأدب. مالك وتلميذه الشافعي يقول عن الشافعي: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. صحيح. الأستاذ يقول عن تلميذه: الله أكبر. أحمد بن حنبل قال: ما عبر الجسر مثل إسحاق بن راهويه، وإن كنا نختلف في أشياء فإن الناس لا يزالون مختلفين. الله أكبر. صحيح. فأي تطرف نتج من هؤلاء؟ نتج بعد تطاول الزمان، حدثت حادثة غريبة. جلس عمر بن الخطاب ذات يوم مع نفسه وقال: لما تختلف أمة الإسلام ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة؟ استدعى من؟ استدعى تلاميذه عبد الله بن عباس. يا ابن عباس، وكان غلام صغير، يا ابن عباس، لماذا تختلف أمة الإسلام ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة؟ قال: يا أمير المؤمنين، نزل علينا القرآن ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أين نزل ومتى نزل والحكمة من نزوله، فلم نختلف. أما وإذا طال الزمان فسيأتي أقوام لا يعلمون متى والكيفية، فهنا يختلفون. أصحاب بعض المذاهب، التعصب للرأي كما قلت لك سابقا، أو المذهب، بعض الناس تتعصب ويحدث أحيانا، ولكن ممن قل علمه وفشى جهله ماذا يفعل؟ يتعصب لرأي مذهبه، وربما أعلى رأي صاحب المذهب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحدث من بعض الجماعات المتطرفة عندما يعلون رأي أميرهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. شغل الكلام جميل جدا، ويعني احنا لو أطلنا في الكلام ممكن الزمن لا يسمح. نعم. احنا نتدرج في الحديث. انت في بداية الحديث نرجع الى 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 دكتور، في بداية الحديث أنت تحدثت عن الأسباب الداخلية أو الذاتية للتطرف. وهناك نعم الشيخ ذكر أنه ليس هناك خلاف أو تحامل. نعم. بين الأئمة، أئمة أهل السنة الأربعة الذين ذكرهم رحمهم الله. فلنرجع إلى، أنا أضيف إلى شيء شبيه بواقعنا نحن هنا في تشاد. مثلا تجد عوام الناس وبعض الناس يتعصب لأنه يقول أنا تيجاني. نعم. أنا وهابي. فأنا أضيف وأقول الشيخ محمد عبد الوهاب أقدم أكبر سنا من الشيخ محمد بن أحمد التيجاني رحمه الله. نعم. و
ومعاصرة وهما معاصرين، لكن هل أسر من شيخ محمد عبد الوهاب تكلم بسوء عن شيخ محمد ابن أحمد التجاني؟ أبدا ولا بكلمة. صحيح. وهل الشيخ محمد ابن أحمد التجاني رحمه الله هجم على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ولو بكلمة، مع أنهما معاصرين وإن نعم. كان عبد الوهاب أكبر منه سنة؟ نعم. لم يحدث. يشير إليه المخرج أن كلامكم جميل جدا شيخينا، كلامكم جميل جدا دكتور، لكن الزمن لا يسمح، ومعنا أسئلة كثيرة جدا سنخصص لها حلقات إن شاء الله، سنتحدث فيما بعد حول التطرف وحول تشاد أيضا تعيش في بعرة إرهابية، ولكن رغم ذلك تشاد تعيش في أمن وأمان متماسكة. نتحدث في تشاد ونتحدث عن أمثالها حول الإرهابيين. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، والتي تحدثنا فيها حول التطرف وبداية التطرف. نحن ما زلنا في بداية التطرف والحلقة انتهت، إن شاء الله سنأتي إلى وسط التطرف وإلى آخر التطرف. معنا شخصين كبيرين جدا يتحدثان وهما بجؤبتهما الكثير من الجماعات المتطرفة وكثير من الأفكار وكثير من العلوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فيها، وهما الدكتور حجر محمد أحمد رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد. شكرا دكتور. جزاك الله خير. نشكركم. كما نشكر الشيخ هاشم بكري أمين وكيل بعثة الأزهر الشريف بدولة تشاد. شيخنا شكرا. الشكر لها أولا ثم لكم ثانيا، وفرصة طيبة أن اجتمعت بالدكتور فاستزدنا وعلمنا منه الكثير. شكرا. شكرا إن شاء الله، وسنلتقي في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإن شاء الله سنعيدكم. نحن سنخصص حلقتين أو ثلاث حلقات نتحدث حول هذا الموضوع المهم، وإلى ذلكم الحين استودعكم الله ودمتم في رعايته. شكرا دكتور.